ديال الزوج الفقير، بحال هي متزوج اب لثلاث اطفال. كان عندي انا في 2015/6/2006 كانت عندي هنا في الدار يعني مجلس النصيحة، هو مجلس داخلي، وتفاجأت في الساعة 9:30 تفاجأت بالسلطات المحلية في الناظور، يعني هجموا لي هنا في الدار وجمعوا لي الدار وتعتقلوا يعني الإخوة اللي كانوا عندي هنا 88 واحد. دونا المحكمة الناظور وتحاكمت المحكمة يعني بسنة 88 بغرامة 4000 درهم، ومن بعد اتصلت بالسلطات المحلية يعني باش يعني على هاد التجميع، يعني على السند القانوني، يعني انا ما تسلمش بواحد شي سند قانوني على هاد التجميع، واتصلت بجميع السلطات المحلية وقالوا لي على ان حنا ما جاناش شي حاجة، وانما جانا تعليمات من طرف الوكيل العام للمالك وشمعنا. فاتصلت كذلك الوكيل المالك في المحكمة الابتدائية، فحكيت له على هذا الامر، يعني الشكاية من هذا الامر، قال لي انا ما عنديش حتى شي حاجة، ما عندي حتى شي علم على هذه المساله ديال الضر ديال التجميع ديال هذا المنزل. ومن بعد قدمت للمحكمه الابتدائيه، المحكمه الاستئنافيه، المحكمه الاداريه في بوجده، وحكمت المحكمه عدم الاختصاص. ومن بعد ترسلت يعني مجموعة جهات، ولكن ما كانش استجابة. وفي ذلك مشيت فتحت في 21 فتحت البيت ديالي، واتصلت بيا السلطات، عاودني شمعت لي البيت ديالي، ودابا يعني بجوج ثلاثة جا قرار بالفتح ديال البيت ديالي، وهذا هو. وشكرا.